يعني ايش ربي بلاني اسوي هذا الفيديو؟ شربي بلاني شيت انا روزه ترى مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام، او نقولها بالكوري انيو. فيديو اليوم جبت لكم كل انواع الراميون الكوري المتوفر في السوق. فلو لاحظتوا كمان في المسلسلات الكوريه فطورهم راميون، غداهم راميون، عشاهم راميون، يعني لو يقضوا طول الوقت هما بياكلوا راميون ما عندهم اي مانع. فلذلك تشوقت، يعني كمان لما بياكلوا بياكلوا بشراهه وبياكلوا كذا بتحسوا كانه حاجه واو واو احلى من الكبسه. علشان كذا قررت انه انا اذوقها، ومن حلاوتها اللي بشوفهم كيف راح اشوف، يعني انه هل الطعم فعلا حلو زي ما هما بيوصفوه كذا وبيشوق ولا لا، وهل هو لذيذ يعني ولا لا. فجبت هذول الراميون المتوفر في السوق. اول حاجه راح اعرفكم على الانواع. هذا الراميون نكهه الدجاج الحار الراميون، اوكي هذا بالجبنه، لان شفت الرسمه هنا الجبنه، بس هم هنا كاتبين بنكهه الدجاج الحار الراميون. وهنا هذا الثاني كمان مكتوب رامن بنكهه الدجاج الحار، ولكن هنا شوفوا مكتوب جاجانج. ايش هذا جاجانج؟ مش عارفه. اوكي هذا بنكهة سي فود اللي هو ثمار البحر. مكرونة راميون بنكهة الدجاج، كمان كلهم بنكهة الدجاج على فكرة مكتوب عليها، بس هذا شوفوا باين عليه فيه بسباس، ومكتوب كمان معزز مرتين. اوكي هنا ايش هذا؟ هذا بنكهة الكاري، تمام. وهذا اخر واحد اللي هو بنكهة، يعني بنكهة الذرة، هذا بنكهة الذرة. فخلوني الآن بعد ما تعرفنا على الأنواع، الآن خلوني يلا نروح نحضر الراميون. اللي مكتوب في طريقة التحضير تبعه في الكيس أنه نضع النودلز على الماء المغلي لمدة 5 دقائق، وبعدين نزيل الماء اللي هو نصفي النودلز ونخلي فيه مقدار 8 ملاعق من الماء، وبعدين نضيف البهارات عليه، السائل الأحمر الحار، وهذا البهارات النكهة، يعني بهارات النكهة تبع النودلز. حطيت البهارات والصوص تبعها. Oh my God. شوفوا اللون الأسود بيخوف. ترى ريحة جبنة مع بسباس. وبعدين شوفي كيف شو اسمه تبعه البهارات، تحسها كأنها كزبرة مجففة وحاطينها عليه. أول واحدة جربتها اللي لونها وردي، يعني خليت نفسي في السيف سايد اللي هو الجبنة، مثل ما قلت لكم طبعا قبل شوي. ما كنت حابة استخدم الشوكة، ولكن كنت حابة استخدم الشوب ستيكس تبعهم، بس دورت عليها في السوق ما لقيتها، فلذلك تأدي الغرض الشوكة. خلونا ندوق. هذوق انا واختي عشان ما توكس لحالي، تتوكس معايا. طعم الجبنة حارة، عجبتك؟ مش يعني مش سيئة، بس مش واو. طعمتها كأنها طاغية عليها نكهة الثوم، وفي كمان نكهة الجبنة، يعني كذا ميكس بين نكهة الثوم على نكهة الجبنة. طيب الآخر وشوف التقييم، كم تعطي تقييم؟ 7 من 10. 7؟ يلا أنا راح أعطيه 5. لا كبيرة كبيرة، ما شاء الله شتمتي عليه وسختي بالعرض. بس والله فعلا أنا طعمه فيه طعمة الجبنة والثوم، ما أدري ليه ما طلع لي. مشكلتك مشكلتي أهلي وناسي. على فكرة هي من عشاق حاجة اسمها كوريين. ثاني نوع اللي هو هذا اللي هو بنكهة الجاجانج، جاجانج اوكي، وهذا تبعه هذا كلهم صوصات حمراء. الله يسر اليوم. الله ايش هذول؟ شفتوا لبان الذكر زيه بس على ملون. الله 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 يومي شكله جدا. لا هذا مو احمر، هذا اسود. والله نفس المسلسلات، اسود. بسم الله بسم الله.
أعطيها ما طعمه صفر. طعمه صفر طعمي من الأول وأنا مش مرتاحة ريحته. شكله بيشهي ريحته، مش عارفة كيف ريحته ما تنوصف. بس الطعم مش حار كثير تمام. لحظة بس ليش الكلمة دوقي دوقي والله مش حار كثير بس ما قدرت استقبله. معدتي قلبت كيف الآن يصير كورية تماما. والله صفر. كم تعطي؟ كم تقييمه؟ كم؟ أربعة. ثلاثة. بدون طعم أصلا. مش بدون طعم، طعم تغثي، جيب الغثيان. فهي أعطته أربعة بس أنا أعطيته صفر. ما قدرت. ما قدرت أكل. نكهة مش موجودة أصلا. نكهة مش عارفة كيف أوصفها يعني، مو حلوة. بالمختصر. ما عجبني. في البداية أنا مش مرتاحة، شوفوا اسمه. جاجانج. إيش هذا؟ ثالث واحد واللي هو بالسي فود. شوفوا هذا تبعه مرة جنة. على فكرة نفس ريحة الدجاجان. والله نفسها. ما أضمن لكم إني ممكن أكله. هذا ريحة سمك. والله سمك. لا هو ايش التخلف اللي فيني؟ يعني اكيد راح يكون سمك، مو راح يكون ايش؟ اشجار. يا ساتر يا ساتر، تحسه كأنه خبز. استنى حابة اكل من هذا، اذوقه. ما له طعم. شوفوا هذا الكتكوت. ما في حاجة سائلة. لا ما فيهوش سوائل. عشان كده هما بيقولوا خلوه. ليش مكلكع كده؟ انا بالعادة الاكلات اللي فيها سي فود وخاصة اذا كانت الريحة تبعه طالعة ما اكلها. بصراحة الريحة لا لا لا، يعني ريحة سمك 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 سمك. البعض يحبه، يمكن البعض يحبه، الناس اذواق، بس انا مش قادرة بصراحة اكله. والله مش قادرة. تعالي كلي. دخلنا في البحر بقى. والله مش قادرة ريحته مرة لا. يا ربي. شوف عشان ما يطول الفيديو. خلاص خلاص رح أكل رح أكل خلاص رح أكل. باين لنا أوكي. استنى شوي. خلاص خلاص يلا بصور. خلاص خلاص خلاص. خلاص اسرح كل عادي بس كفي. بان الطعم؟ شوفوا في الفم ما بتبان الطعم نهائي، انه طعمة الرائحة ما بتطلع، بس كذا مش قادرة استقبله. تفضلي تفضلي. اسيل جالسة في الزاوية ولا راضية ابدا انها تقرب ولا حتى شمت ريحته. يلا كلي كلي اشوفك. يلا يا عمر يلا يا كتكوتة. صراحة زغلوت اشتيها. على فكرة خدعتها انه ما فيهوش طعم. في طعمة ال شو اسمه طعمة السمك جدا طاغية يعني بشكل لا يوصف. سالب عشرة. أعطيتها هي سالب عشرة بس أنا راح أعطيه واحد عناد فيها. ذوقتي يعني الثوم وذوقتي كل شيء إلا وقفت عند السمك ما تذوقتي. لا إله إلا الله. ما أنا حلو أخدعك علشان تاكليه مش أنا اللي آكله لحالي. فاللي يحبوا السمك راح يحبوا، اللي ما يحبوا السمك أبدا لا تقربوا له. يوم هذا الشيء
بهاراتهم غريبة جدا. نكهة الكاري إن شاء الله تكون أحسن من النكهة اللي قبلها. يلا حب إن شاء الله يا رب يكون طعمها حلو أحلى من اللي قبله. أوكي بسم الله. طعمته كاري مركز، يعني طعمة الكاري الكاري. شفتوا لما تعملوا كذا مثلا كذا الكاري، تجيبوا كذا المسحوق الكاري تعملوه كذا تحطوه. والله كذا طعمته كاري مركز جدا جدا جدا. أنا هو بطعمة الكاري، بس توقعت إنه الكاري يكون على مخفف. تعرفوا أنتوا تبع الأندومي اللي هو نكهة الدجاج بالكاري، طبعا هذا نكهتي المفضلة، ففكرت إنه راح يكون كذا نفسه مشابه له. لا، هذا طلع الكاري مركز جدا. راح أعطيه تقييم 4. وأنتي كم راح تعطي؟ كم؟ 4 و3. أوكي. كذا هذه نكهة، هذا نكهة الكورن اللي هو الذرة. إن شاء الله يصير حلو، بس ريحته تكون نفس نفس إيش؟ نسيت ريحته، كأنه دفك. تفضلي. لحظة، قولي لي زيد الله فضلك. ليش يعني؟ نسيت. أفضلها وما تقولي زيد الله فضلك. الله يزيد فضلك، صح؟ لا، الله يزيد فضلك. ما أعرف أرد الله. بسم الله. خدعة. I'm not babe. Shit. Did I look like a baby? I'm just gonna let it go. تحتيب. هذا. صحيح إنه أنا أحب البفك وأحب الريحة تبعها، أحبها يعني حبيتها، بس بكس الطعم مع يعني مع لا كله لا لا لا، مش عارفة ليش ما دخل، يعني ما حسيت إني قادرة أبلعه، معدتي مش قادرة تستقبله. راح أعطي 0. أنتي ما حبيتي؟ أنا 10 من 10. ليش؟ واو اكذب بس واو. وهذا هذا اللي هو بالفلفل الحاري بان، واللي هو كذا معزز مرتين، يعني درجة الحرارة لا تنقص. صوص سمسم مع اوراق. اوراق صح، اسمها اوراق. مكان يجي كمان عنده فاتر كثير. يا بايخة. أنا حبطل أخذ زي الكوريين كميات كبيرة، رح أتعقد من أكل الكوريين بعد هذا الفيديو. بعد ما أكلت السيفود صرت مو قادرة أنه أكل باقي الأنواع، فهذا أنه حابة أكله كده بس مش قادرة. ضيعت الشوكة. طيب حار. حار صح، هي النودلز الحبة، شو اسمه، النودلز الحبة تبعها قاسية شوي، بس حلو. لساني بتلهب، ما حرقني في مطي، حرقني في لساني.
تلامسه. أنا أشرب بي بلاني أسوي هذا الفيديو. شربي بلاني. أنا أسرع. كم تعطي تقييم؟ 10. كم؟ 10. هو بصراحة حلو يستاهل. بس مش درجة 10، خلوه 7. هو بس لأنه حرارته هي الحلوة، يعني حرارته لأنه هي اللي تحليته. بس صح ما في طعم أبدا على فكرة، بس لأنه الحرارة هي اللي مخلية فيه طعمه حلوة، يعني مش طعمه إنه مخلية إنه طعمته حلوة لأنه في حرارة. أنا ما بدوق حاجة فيه على فكرة، والندل تبعه قاسية فحلو. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وجربت معاكم جميع أنواع الراميون الكوري، وإن شاء الله يكون هذا المقطع خفيف لطيف وانبسطتوا فيه. وبس والله أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.